أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول المرسلة سين باعين من الخرج. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز لي أن آخذ الزكاة وأنا غير مستحقة ولكن علي دين؟ هل يجوز أن آخذها وأسدد الدين الذي علي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فمن المعلوم أن الزكاة لا تحل إلا لمصاريفها الشرعية، وأولها الفقراء والمساكين، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأما من لم يكن من هذه الأصناف فإنه لا تحل له الزكاة. فإذا كانت السائلة غنية بمعنى أنها عندها ما يكفيها لسنتها من النفقة فإنها لا تحل لها الزكاة لأنها ليست فقيرة. وأما ما ذكرت أن عليها دينا فهذا فيه تفصيل، إن كانت عاجزة عن سداد الدين وهي مطالبة به، حال عليها ومطالبة به ولا تقدر على تسديده، فلا مانع أن تأخذ من الزكاة بقدر ما تسدد به دينها فقط، لأنها تكون من الغارمين. لأن الغارم على قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره، فهي من الغارمين لنفسها في هذه الحالة، وتأخذ من الزكاة بقدر ما تسدد به دينها الذي لا تقدر على تسديده وهي مطالبة به.